سيد الوزير، مسؤولين في إدارة السجون والأسلحة يتحدثون عن إضراب المساجين الحق، مساجين الحق العام ومساجين سلفيين وصل عددهم إلى 200، ويتحدثون عن سوء استقبال لسيادتكم في زيارة سجن المرنقية. ما هو تعليقكم؟ مرحبا بك صاح، مرحبا بموقع نوات هكا، مرحبا بك لأنك صاحب السؤال اللي وقت اللي نحن غارقين في الأموال المنهوبة، لكن حتى هذا زاد معقول سؤال يتسلل. بالنسبة للإضرابات اللي نأكد وأنا كونوا معناها إضرابات الموقوفين بالاشتباه أنهم سلفيين، باش ما لأنه كي نقول سلفيين فيه اتهام ربما للناس اللي ارتكبوا أو اشتبه في ارتكاب الجرائم على أنهم سلفيين، وقت اللي هم نجموا ما يكونوا سلفيين. أنا ما احنا ما عندناش بطاقات هوية في تونس تقول هذا نهضوي وهذا سلفي وهذا شيوعي وهذا كذا، انت بطاقة الهوية نتاعك فيها كونك تونسي جنسية. لا مش جوك، ما عنديش حاجة اسمها سلفيين في السجن، احنا ما عندناش حاجة اسمها سلفيين. عندنا مواطنين توانسة موقوفين في السجون التونسية بسبب الاشتباه في ارتكابهم الجرائم. لا السلفيين قالوا هذا نتاعنا وتبناهم وقالوا راهو عملوه هي اعمالنا ونحن ندافع عليهم وتبناهم، ولا نحن نجم نتهموا ناس بينهم سلفيين، ولذلك هذا فيه اتهام شريحه من المجتمع. يمكن قد اسات طرح سؤال، قد اسات طرح سؤال، لكن خليني نجاوبك. تسمح لي بجاوبك ولا حبيت تحب تسال وتجاوب؟ نزيد ندقق لك سؤال. بارك الله فيك. ولذلك ما نحبوش نتهموا الناس، نحن لا نتهموا الناس على الهويه، احنا ما نتهموش الناس على الهويه، والسلفيين ما هم التوانسه كيف كل التوانسه، عندهم مال التوانسه من حقوق وعليهم مال التوانسه من واجبات، ما ثماش تمييز ضدهم لا سلبي ولا ايجابي. ورجاء كذلك بعض الاسئله التي توحي بنوع من التمييز تنتهي من الساحه حتى نضمن المساواه. ما تحبوا المساواه تضر على طريق طيب سيدي. اثنين، هناك نحن الناس الموجودين عندنا يما متهمين بارتكاب جرائم سرقه وجرائم نهب وجرائم اغتصاب، ومتهمين بارتكاب بعض الجرائم الاخرى في علاقه بالسفاره الامريكيه والمدرسه الامريكيه فيما حصل عليهم من اعتداء، وفي علاقه بما حصل معناها بمناسبه ما سمي بحادث العبدليه من عمليات معناها مداهمات لبعض المراكز وحرق وكذا، وهذه القضايا تم التعامل معها باعتبارها قضايا معناها من النظر فيهم مشمولات القضاء. القاضي هو الذي له ان يفرج، وقد اصدر الكثير من بطاقات الافراج، وحتى كيف جابوا له في الاول وانا عرضوا عليه البحث الكثيرين معناها افرج عليهم حينا، وما استناش وزاره العدل وما استناش تعليمات وزاره العدل وما انتظرش اضرابات الجوع وما انتظرش الاحتجاجات والمظاهرات، خذ قرار وتبقى القانون. القاضي هو الذي يضمن معناها احترام الحريات، وهو الذي يضمن حمايه الامن العام، وهو الذي يضمن حمايه حرمات الناس واعراض مملكهم، وهو الذي له القرار الاول والاخير في احاله من يرى ضروره لاحالته في الافراج عمن يرى ضروره الافراج عليه، في الابقاء في السجن عمن يرى ضروره الابقاء. هذه يلزم نتفقوا فيها صح، باش ما عداش نقولوا الكلام اللي هو معناها في الحقيقه من اثاره بقايا العهد البائد. وزير العدل يوقف وزير العدل يسيب، راهو وزير العدل في دوله ديمقراطيه، في دوله القضاء فيها مستقل، في دوله لا علويه فيها القانون، لا يوقف ولا يسيب. وزير العدل عنده حاجه واحده بحكم رئاسته للنيابه العموميه، وهذه خلينا نوضحها لكم لاخر مره، وزير العدل عنده الحق بحكم رئاسه النيابه العموميه تبقى احكام فصل 23 من مجله الاجراءات الجزائيه، عنده الحق في الاذن باثاره التتبعات القضائيه او بس، وليس له معناها اي سلطه في غير ذلك. ولذلك اطمان الموقوفين الكل اللي سميتهم انت ولا ما سميتهمش واللي سموا فيه بعض القنوات الاخرى موقوف بموجب قرار معناها من تعليقك سنوردين. نكمل في همشيك الاضراب. كذلك بالنسبه للاضراب نعتقد انه والحمد لله بجهد المجتمع المدني وبجهد الجمعيات والمنظمات الوطنيه اللي معناها تحس بما يحس به كل التوانسة، وبجهد كذلك وزارة العدل تقريبا معناها تم معناها تفكيك وحله، وتم إقناع معناها الأخوين المضربين بأنه طريقهم نحو التمتع بحقوقهم يكون ما يكونش بالإضراب. هناك بعض الحالات الآن معناها مضربين، وهي حالات معناها في عدد من السجون، وهي حالات تحت المراقبة والرعاية، ووضع الكل معناها أوضاع صحية معناها أوضاع عادية بل معناها إيجابية جدا، وهناك نوع من التواصل وهناك نوع من السعي بجهد إدارة السجون، بجهد وزارة العدل، بجهد الجمعيات ومكونات المجتمع المدني اللي أبرمنا مع البعض منهم أخيرا معناها اتفاقية لزيارة السجون. إن شاء الله هذه الظاهرة تنتهي، وإن شاء الله الناس كل تقتنع أنه اللي عنده مطلب مشروع يتحقق
إذا كان عنده حق ياخذه من غير ما يحتاج لإضراب، من غير ما يحتاج لمظاهرة، من غير ما يحتاج لحملة إعلامية في التلفاز، من غير ما يحتاج لحملة إعلامية في الجرائد، من غير ما يحتاج لحملة إعلامية في الإذاعات. مسألة الاستقبال في الحقيقة ما عرفش على الاستقبال معناها تحكي. أنا آخر مرة زرت سجن المرنقية زرته مع السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للإعلان على حقوق الإنسان، وصحبة أخي وصديقي وزير سمير ديل وزير العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. وهذا هذه الزيارة تم تغطيتها من طرف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وظهر لي ما ثماش سجين في بلادنا والحمد لله. يستقبل رئيس الجمهورية معناها خارج إطار الاحترام، ويستقبل وزير خارج إطار الاحترام. زرنا السجن وزرنا أعوان السجون وزرنا بعض المساجين واستمعنا إلى مطالبهم وفهمناهم في الطريقة اللي يمكن يحقوا بها مطالبهم، ولم نرى أي سوء استقبال. وإذا كان عندك حاجة صورة من صورة التلفزيون تفضل قدمها. العديد تحدثوا على أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الشورى في حركة النهضة هناك العديد من طلبوا باستقالة سيادتكم، ما هو تعليقك على نفس هذه المعتقد؟ هذا أنا الحب نقوله كون مجلس الشورى حركة النهضة فك الجلسة هذيك أصدر بيانا، وأنا أصدر بيان وأكد فيه على دعمه للحكومة ووزير العدل جزء من هذه الحكومة، وأكد فيه ثقته في هذه الحكومة وفي كل وزرائها، وطالب مثل ما بدعم قرار وزير العدل في فتح تحقيق قضائي في ما حصل في سجن المرنقية، والأبحاث على كل حال متواصلة. واللي نحب نقوله راهو لا يكفي أن يكون أحد أصحاب جريدة أو قناة تلفزية أو كذا محامي لأحد المشتبه في ارتكابهم للفساد، لم يجد مدخلا لوزير العدل أو لوزير الداخلية أو لوزير الإصلاح الإداري ليحقق مبتغاه.